في يوم من الأيام صعد طفل صغير على المسرح لم يتعدى سن 11 وبدأ في الغناء. وعندما ضجت القاعة بالتصفيق لهذا الطفل المعجزة، كان هناك رجل رفض أن يستمر هذا الطفل في الغناء، واستدعى حكمدار العاصمة في هذه الوقت القاهرة ليمنع هذا الصبي من الغناء. ولم يفهم الصبي وقتئذ ما الذي يريد أن يقوله هذا الرجل، ولما كان يدرك أن هذا الرجل هو الذي سوف يطلقه صاروخا في مدار الغناء العربي، هذا الطفل أصبح محمد عبد الوهاب. أما الرجل فقد كان الشاعر العظيم أحمد شوقي. والذي أصبح أستاذه فيما بعد، وأصبح بفضله وفضل موهبته الفذة الموسيقار الكبير الذي ملك أجمل حنجرة في الشرق، مطرب الملوك والأمراء وأفراد الشعب، والذي منح الموسيقى أروع الأنغام فمنحته الأنغام الخلود. عندما عاد إلى الغناء بعد فترة من التوقف غنى أجمل الأغاني ونجح بها. والآن نود أن نقدم جائزة للفنان الكبير محمد عبد الوهاب ولأسرته. أشكركم على هذا الشعور النبيل، واسمحوا لي باسم أسرة الفنان الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر. وأتمنى الآن أن يتقدم الفنان العظيم الأستاذ كمال الطويل لتقبل الجائزة نيابة عن أسرة المطرب العظيم محمد عبد الوهاب. أجمل شيء في الإنسان العربي هو الوفاء، وهذا التكريم لموسيقار الأجيال وأستاذنا جميعا محمد عبد الوهاب، أشكركم جميعا عليه، وأتمنى لهذا المهرجان مرات عديدة من النجاح، لأن الذي حدث فعلا أن هذا المهرجان أقيم في مدة قصيرة ولكنه نجح وسينجح إن شاء الله بشكل مذهل. تحياتي لكم جميعاً.